ضربة حرة مباشرة على طول نزيل بالحاج، الكرة عالية خطيرة جدا التاني، خطيرة جدا كرة الهدف التاني لصالح المنتخب الجزائري. مش ممكن تحاولات تصدق فريق مختلف جدا في الطيب الأول ومنتخب ويسجل منتخب الجزائر الهدف التاني. شوف حضراتكم كام لعيب هنا، وشوف الكرة ملعوبة من نزيل بالحاج، اللعيب اللي حذرنا منه كثيرا جدا انه احد لعيبه الأوراق الكبيرة جداً.